للحديث عن استمرار الأزمة السياسية في تونس وتمديد حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي، معنا من اسطنبول عبر الهاتف الصحفي والناشط السياسي التونسي زياد بومخلة. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك. يعني كيف تنظر إلى تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية العام؟ كان يمكن أن تفهم كإجراء طبيعي وعادي في ظل أوضاع البلاد، خاصة أن هذه الحالة متواصلة مع تونس منذ سنوات، وليس غريبا أن يتم التمديد فيها باعتبار أن أوضاع البلاد تحتاج ذلك. ولكن أن يتم التمديد لمدة 10 أشهر وطيلة هذه الفترة بما يقترن مع الانتخابات المزمع عقدها من طرف قيس سعيد بعد 10 أشهر من الآن، يفهم منه أنه قيس سعيد يريد توظيف هذه الفترة من أجل مزيد توثيق عرى حكمه، من أجل فرض سطوته على الدولة، من أجل فرض مسار كذلك رسمه منفردا خلال الأشهر القليلة الماضية عندما أعلن ما اعتبره خريطة للطريق تنتهي بإنجاز انتخابات في 17 ديسمبر من هذا العام. وبالتالي هي محاولة جديدة من قيس سعيد من أجل التفرد في إدارة الأوضاع، من أجل كتم كل فرصة من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه من خلال العملية. إجراءات رئيس سعيد، أستاذ زياد، يعني الرئاسة التونسية تقول إن هذه الإجراءات جاءت لبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي، ما مدى قناعة الشارع التونسي بذلك؟ هذا خطاب استهلاكي من له التونسيين، هذا خطاب لا يلتقي مع أي معطى حقيقي على الأرض. اليوم أوضاع التونسيين تزداد سوءا على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى المعيشي، على المستوى السياسي كذلك، وخنق الحريات وملاحقة المعارضين السياسيين. البلاد تعيش أزمة حقيقية على كل الأصعدة، الناس تتسول رواتبها، صارت آخر الشهر هناك شك في إمكانية قدرة الدولة على صرف الرواتب، كل مرة تتكرر معنا هذه المشكلة الآن منذ 3 أشهر. هناك عجز عن تعبئة موارد الدولة داخليا وخارجيا، وحد الآن تحولت إلى تونس إلى دولة متسولة بين الدول، يعني كل شهر تحتاج إلى عدد يعني معين من المبالغ المالية، ملايين الدولارات تذهب الدبلوماسية التونسية من أجل أن تتسول هذه الأموال من أطراف دولية وإقليمية، وهي حالة لا شك هي الأولى على الإطلاق في تاريخ الدولة التونسية، وتنذر بأنه حالة من الانهيار التي قد يعرف الاقتصاد التونسي خلال الفترة القليلة الماضية إذا لم يحدث انفراج في الوضع السياسي يترتب عليه حوار اقتصادي واجتماعي يخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها. بالإضافة إلى ما ذكرتم أستاذ زياد، ما خطر ما يجري على مؤسسات البلاد التي يبدو أنها تأثرت بهذا الصراع السياسي الحاصل وعلى رأسها منظومة القضاء؟ نعم، قيس سعيد بعد ما سطى على السلطة التنفيذية وألحق السلطة التشريعية سطى الآن على السلطة القضائية. أخطر ما في الموضوع أنه اليوم يراد للقضاء أن يوظف في هذه المعركة السياسية. قيس سعيد أقحم كل المؤسسات التي الأصل فيها أن تكون بعيدة عن الصراع السياسي مثل الأمن والمؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية، الكل أقحمها اليوم في عمق الصراع السياسي ومن أجل مشروعه، وهذا أخطر ما يهدد اليوم وحدة الدولة التونسية. قيس سعيد يعبث بوحدة هذه الدولة وكذلك ما ركمته الدولة التونسية في كل تاريخها من خبرات، واليوم هناك بالفعل خطر يتهدد الدولة التونسية ويتهدد كذلك الوحدة المجتمعية، باعتبار أنه خطاب قيس سعيد وتوظيفه لهذه المؤسسات هو يضرب في عمق السلم الاجتماعي والوحدة المجتمعية. وبالتالي نحن نعيش فترة خطيرة وخطيرة جدا، ولم يجتمع لرئيس في تاريخ تونس ما اجتمع لقيس سعيد من سلطات حتى في عهد الفساد والاستبداد. وبالتالي نحن بالفعل في فترة حساسة وحساسة جدا ومرحلة خطيرة، يعني نتمنى أن نتجاوزها بأخف الأضرار. في خطورة هذه المرحلة ونظرا لخطورتها، إلى أي مدى تعتقد أنه بات ضروريا الآن أستاذ زياد أن تعترف الأحزاب التونسية بمسؤوليتها عما يجري؟ ليتها تعترف، هي للأسف ما زالت تكابر، ما زالت تواصل نفس السياسات، نفس الخيارات، تصدر نفس الوجوه، تتكلم نفس الخطاب، تحمل المسؤولية فقط لقيس سعيد، والحال أنها فشلت إلى حد الآن في أن تتوحد في الحد الأدنى في مشروع يصنع التوازن مع هذا الانقلاب. وبالتالي المعارضة السياسية للأسف هي التي تموت في أنفاس هذا الانقلاب، جزء منه بغياب المشروع لديها وجزء آخر بغياب أي فرصة للوحدة بينها، وبالتالي
نحن نعيش حالة من الفراغ، وهي التي يستفيد منها قيس سعيد وتمدد من خلالها، وبالتالي نشهد استمرار في قضمه هذا هذه للسلطة الحالة، لعالم الاتحاد الجديد. حالة الفراغ التي ذكرتها أستاذ زياد، يعني دعني أتحول إلى ما ذكرته الإيكونومست. ذكرت الإيكونومست يعني أن الجيش التونسي الآن منزعج من هذا الوضع، الوضع الحالي في البلاد، يعني كيف تنظر إلى ذلك؟ هذا إيحاء في باطنه إيجابي ولكن في عمقه سلبي، يعني هذا كأنه تهيئة لظروف انقضاض الجيش التونسي على السلطة في تونس، وهو كأنها دعوة مبطنة لذلك. في تقديري على كل حال، الملاحظ أنه المؤسسة العسكرية وقفت مع قيس سعيد في انقلابه وفي إجراءاته التي سماها استثنائية، وهي التي أغلقت البرلمان وأغلقت مؤسسة رئاسة الحكومة، ولحد الآن الجميع ينادي أن تحافظ على بعدها الوطني، والجميع يتمنى أن تعود المؤسسة العسكرية لأداء دورها بعيدا عن هذا الصراع السياسي. ما لا نتمناه ولا أتمناه أنا شخصيا أن تقحم المؤسسة العسكرية نفسها في أي صراع سياسي مباشر، ودعوتها اليوم لأداء دور، أنا في تقديري الدور الوحيد الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة العسكرية هي أن توقف هذا الانحدار، ولكن لا يعني هذا أن هل هذا يعني رفضا صريحا لممارسات الرئاسة التونسية من خلال يعني حديث الاتحاد العام التونسي للشغل؟ تحدث أن الرئيس قيس سعيد لا يمكنه حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بمفرده، هل هذا يعني رفضا صريحا؟ لا أتوقع أنه رفض صريح. الاتحاد يمارس سياسة الجزرة والعصا مع قيس سعيد منذ انقلابه يوم 25 يوليو في محاولة منه لكي يشاركه في هذا الانقلاب، هذا هو تقديري. وبالتالي هو اليوم خاصة أنه أنجز مؤتمره الأخير وخرج منه ممكن أصلب مما كان عليه، خاصة بعد مرحلة الشك التي مر بها والصراع الذي شق قيادته، اليوم الاتحاد تجاوز هذه العقبة، وبالتالي لا شك أنه سيبحث على أنه يضغط أكثر على قيس سعيد من أجل أن يفرض نفسه رقما أساسيا في المعادلة. أنه قيس سعيد بعدما ألغى العملية السياسية واستهدف الأحزاب السياسية، الاتحاد يعلم جيدا أن الاستهداف القادم سيكون له، وبالتالي هو يحاول أنه يرفع السقف حتى يفرض التفاوض على قيس سعيد، وحتى يوجد أرضية لعلها تكون مشتركة معه في إدارة المرحلة القادمة في البلاد. شكرا هكذا لك. أفهم موقف الاتحاد. شكرا لك أستاذ زياد بمخلأ الصحفي والناشط السياسي التونسي.